عسلامتكم، مرحبا بكم، يعطيكم القبول ومحبة الرسول. هذه وفاجأت جوجو. كما تعرفوني عندكم برشا ما قابلتونيش ولا ما قابلتكمش، انا راني ما تعرف بلا ما نحكي على الموضوع هذا، ما عادش نحب خطر على امي زاده، وانا تعبت وتعبت نفسي. شوفوا نصور في الكوجينه باش امي مسكينه ما تدخلش تمس لي كوجينه، تمس اي حاجه حاجه سخونه ما نحبش تمسها. شو نصور يعني؟ شو مسكره روحي كل عاده الباب ونصور. شحالكم في جوجو؟ صافا لاباس عليكم؟ باهيه هكا؟ ان شاء الله نعجبكم يا ربي. وعندي برشا ما جيتش، انا راني جيت 10 دقائق ولا 8 دقائق حاصيل شويه، مش نبقى برشا، مش نعطلكم. مطلب منكم انتم توحشتوني، ماهمش لحوايكم لاباس عليكم. مرحبا بيكم البنات، عسلامة، شني حوايكم؟ بسم الله بدينا وعالنبي صلينا. اليوم حبيت نذكركم ونزيد نتكلم على الحلويات نتاع اللي عملتها بنت اختي باتيسيري فردوس الفردوس. نحط لكم الرابط نتاعو في تعليق مثبت. هي نجيب اختي عملت كوموند وجاتها، حبت تذوقها قدامكم، حلت باك وصورت لي وانا خذيت منه. شوفوا كيفاش عندها اك الصمصه بالفستق والصمصه بالشوكولا وبالمفريوه، وعش الغراب معروف عش الغراب، والتمر محشي هابل بالبندق والفستق وكل انواع الفاكهه، وعامله زاده زوزه محشيه زاده بالكراميل وبنينه وهشوشه، تذوقها بعد تقوى قدامكم. هذه السابلي محشي اللي تحب عليه انتم، معجون بالفستق بريزونطابل على الاخر. هيك قلت لكم تريزونطابل باللغه الفرنسيه. بالحق اللي يعمل كوموند يحب يعمل في فرنسا توصلوا في فرنسا بقدره ربي، وفي تونس كامل تراب الجمهوريه روعه، وحاجه ماهيش مغشوشه، والفاكهه فريش ما تخدم لك الا ما تطلب انت. ولا سامسا شوكولا شوكولا وبوفريو ابارمون. هذا بريزونطابل على الاخر، تاع طهور مناسبة، طهور مناسبة، ملاك، فرح، أي حكاية. شنيا حكاية؟ شنيا حكاية تقوى؟ شنيا حكاية بنات؟ خذوا كلامي، جربوها، خذوا رطيل، جربوه، خاطر ديما الواحد يتخوف من 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 أونلاين من الفيسبوك، لكن صدقوني على ضمانتي انا، لاني انا نعرف المراه البروفيسيونيل اللي قاعده تخدم هي في الحلوه، انا نعرفها شخصيا ما شاء الله، وذقت من قبل، وها قدامكم حلين الباكو. ما تخافوش، نعرف احنا توانسه نخافوا من الفيسبوك على خاطر مغدورين ديما منه، لكن ما تخافوش. هاوك فردوس، باتيسيري الفردوس، شوفك الروعه، شوفك الجمال والاتقان، المراه فنانه، انا نعرفها شخصيا اللي تخدم في الحلو بروفيسيونيل، نعرفها شخصيا، شوفك الروعة والجمال، يعطيها الصحة في دايتها والبنة أزيد أزيد. على ضمانتي جربوا نص رطل بركة وشوفوا البنة، ومن بعد جايكم العيد وجايكم رمضان، شيخ رواحكم. نعمل قهوة كحلة، قهوة باهية، ونعمل قهوة صغيرة ونحطها بحذايا، وناكل صحة وبشفاء. يلا كلكم توا إلى اللقاء، يعطيكم القبول محبة الرسول. باهي نتعديو للرسمي اليوم وللحاجات الرسمية. مرحبا بكم. اليوم عندي طالية صابون، قلت خليني أول حاجة بعد ما قمت في الصباح مازلت مشربش قهوتي، حطيت أول حاجة قلت الصابون، هذاك هو الأولاني. بما أني أنا كي نبدأ في دار موني نغسلوا حوايجنا في دار فيك عند موني، وكي نبدأ في دار سمية أكيد، لأنه مقاسمة حوايجي نص هنا ونص غادي، اللي نمسخهم نغسلهم غادي، واللي نمسخهم في دار سمية نغسلهم هنا، وانا ما عنديش موسخه من العرق وكهو حسيل، وانا اول مره نغسل دار سمية هنا بصراحه، يعني بحذا بعضهم وياسر باش نقعد بالطابسه ورايا الدروجه ذي. على فكره الغساله هذوما زوز الشيح والغساله دراير اند واشينج ماشين، هذوما الفوق رت الدروج اللي ورايا اذوكم جارنا الفوق جار سمية، نهار كي يحب يغسل هو يسكر الباب ونحن ما ندخلوش، او ساعات نتلفت انا تالي تخش عليه الراجل باش يجيني، وكي نبدا وباين احنا كي شعل هو كي نشوف نحن مشعلين الضوء ويسمع الحس بطبيعه الحال ما يجيوش يحترمونا. هكا هو عندي شويه حوايج وكلاستات، اكثر بيجامويت اكثر نتاعي وروبتي وكل، لكن شويه برك يمكن بيجامه برك نتاع سمية، والباقي الكل حوايجي انا، وفما منشفه زاد زوز منشفه صغار
معنى حطيتهم كل فرد غسل، يعني كل شنو نقصد فرد غسل لكلهم حطيتهم. قال تقريبا كان منشفة بيضة كهو هنا شفتوني البنات هذيا راه عندكم مشكلة منها. الطبلية تبدأ عندها زوز يدين لوطانين طويل برشا، لحطيتهم جربتهم حطيتهم في الغسالة مع الحوايج يشدوا ويتلهثوا يشيحونا ريقنا، من بعد وقت نجيو نخرجوهم باش نشيحوهم أو باش نطيوهم يشدوا ياسر يدخلوا في وسط الحوايج يلهثوا الحوايج. فهذيك لازم نربطها كالربطة هذيك، أما ربطة نعملها بالعقدة باش نحلها بسهولة. حسيلو فقط كان منشفة بيضة كهو، قلت ذاك اللي حطيته. جيت قال لي انا اول مره من قلت لكمش حاجه، اول مره نحل نغسل بالغسيل اللي عند سميه، حطيت نورمال اول مره البرودوي ما عنديش حتى مشكله. ومن بعد جيت باش نخدمها، هي سميه حطتها اوتوماتيكي، معني نحط ننزل على الاون يعني الباور اون اللي هي الفلس اللي تحل هذيك نحطها اون، وبعد ننزل ستارت يعني ننزل عليه باش تبدا تخدم على روحها. وهي كي تنزل عليك باش تخدم بها بعد ما تعمل باور اون تقعد نازله هكا نزله قويه شويه تجي تخدم، وانا قاعده نستنى هتو تخدم هتو تخدم. وحليت شفت وفي الاخر وصلت للنتيجه اني تفكرت عملتك على نزلت عليها بالقويه شدت تخدم على روحها. في الاخر خدمناه يا سيدي، جبنا كيما نقولوها السيد من ذيلو، خدمت على روحها وكهو هز باش نهز عادك الساك نتاع نحط فيه الحوايج المسخه، وكان المنشفة بقات فيها كهو كهو. وكي العاده بعد ما سكتت رجعت لها باش نحطهم في الشيح الباهي انا بحذا بعضهم لا تقعدش تلوش. كي العاده باش نفرش علاش مقعدني عادل كيني نحلف البقرة ولا نمخض في الشكوى. البنات وليت نتكلم لكم برشا بالفلاحة كهو، نستنى في روح وقت نروح باش نولي نصور لكم في الفلاحة في الثانية، ونولي نطيب في الطابونة يا عمري ونعمل في كل شيء. أما ليه طبق الغسالة ما نستغنوش عليه؟ ليه مستحيل، أنا باش نصور لكم، أما باش نصور لكم ونحب أنا أصلا والله مش حتى على التصوير، نحب نعيشك العيشة ذيك، ونحب باش نطيب الطابونة نتعلم، ونحب باش نطيب البيتزا زادة، ونطيب كل شيء البرة، ونعمل برشا أكلات برا على خاطر أصلا صحية البنات، نبعدوا على الغاز شوية. أي نو باش يولوا ريحتنا بالفحم والحطب كي يبدأ ينفق عليك الريح، أما الغسالات موجودة، أنا عندي غسالة، أنتم ما عندكم غسالة، واللي تحبت واللي عايشين برا عندهم غسالات زادة، ما عاد حتى حاجة صعيبة. ها هوكا نوسخوا بريحة الفحم ولا ريحة الدخان، أكيد خاطر الدخان مستحيل كان ولا كان شويت حاجة ولا طيبت حاجة، الدخان مش يرجع لك لحوايجك. فأكيد الغسالة تغسل، ونرجع نضيفين كالعادة ونطبقوا أو نعيشوا حياتنا، نعيشوا من تحب ونعملوه نعملوه. على فكرة بالليل ذكر أني القناة وعلى التصوير، شوفوا البنات أنا خطر اليوم أنا جاني مونجي ونورش يطلع عليا وحابين نشدوهم على العشاء، ما نعش باش يقعدوا العشاء ولا لا به. انا راني باش حبيت نحكي لكم حاجه صغيره بركة. انا اول والله البنات واللي تنجم تكذبني بنت خويا اللي تسمع فيا تو، فهمت؟ انا كنت مغرومه بالاكل الصحي ونعم في رجيمات برشا ونصور نحط في الفيسبوك، فهمت؟ ف قالت لي يا عمتي انت ما شاء الله معناها قتي منافحه وحسيتك عندك موهبه، علاش ما تعملش يوتيوب؟ قلت لها بنيتي وانا شنو نعمل يوتيوب؟ قلت لها ما نعرفش. قالت لي عمتي نفس في الفيسبوك هو بالضبط، انت قالت لي حط صور وحط في الفيديو وحط في اليوتيوب. عملت قناه وقت على كيك على الهامش ما نعرفش حتى كيفاش تتعمل، قلت لبنتي اعملها لي، عملتها لي وما نعرفش كيفاش نخدم، وكنت وقتها ما فهمش كينج ماستر مش نعمل انا وقتها كان ما نعرفوش انا. نصور ونهبط ديريكت، يعني تصور انت فماش مونتاج، نصوره كامل ونهبطه ديريكت. تصويرته تجيني بالمقلوب، معناه تصور بالطول التصوير كحلى منه ومنه، حسيت حالته حليله. ما كنتش نعرف اقسم بالله، لا كنت نعرف اللي فما معناه فما فلوس تدخل من اليوتيوب، ولا فما مميزات في اليوتيوب، ولا كيفاش تعمل اليوتيوب، ولا فيه مونتاج، ولا فما ناس تجيك، ولا تتعرف عند الناس، ما في بليش والله، وشاهد علي يا ربي.
وقت اللي بديت نحط خذيت كلامها وبديت نحط فيديوهات حالك نترجعوا لهم توا جو والله جايبين مشاهده شوي. بديت الناس تدخل لي وبداو يكتبوا لي، انا قام كاتبين لي عسلامه وفرحانين بيا من الجزائر، دخلوا لي برشا وقت فيصة الله يرحم والديهم من تونس وكل ما عنديش برشا، اما فيصة وصلت ل 200، كنت صفر وصلت ل 200، مين جاوني 260، بدات تطلع 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 وصلت لل 1000 وقتها. معناها قلت شنو هذايا، قلت 100% بديت نخالط عاد وعملت جروب وعرفت بنيات اصحابي في تسم هما فكا شي تسمى في الواتساب، وهم اللي قالوا لي على حكايه الفلوس وقال لي لازم تخدم وتعمل مشاهدات وندر شنو. وقتها باش فهمت اللي فما فلوس تدخل لك كي توصل مستوى معين نتاع مشاهدات، باش وليت نعرف اللي فما مدخول. امانه الحمد لله ما حليتهاش على خاطر مدخول، ما هوش عيب خاطر واحد انا على الاقل فخوره نبدا في داري نخدم نظف داري نطيب لاولادي ونصور ونحط حاجه محترمه، مانيش عريانه مانيش نهبط في حاجات معناها تغضب ربي وتغضب الناس وفيها قله حياه. الحمد لله مانيش اذا كان ربي باش يبعث لي رزق منهم ماك الفلوس هذيك ماك الفيديو هذيك حلال عليا، خاطر انا اول حاجه نعملها بقدره ربي وربي شاهد عليا ما ناخذهمش وحدي، الا كل شويه الفلوس تجيني عندهم من يمشي أكهو من غير ما نعمل أكثر من الحاجة هذية. لكن حبيت نوضح بركة أنه اليوتيوب أول ما دخلت أقسم بالله ما كنتش نعرف اللي هي فيها فلوس، بقات راني خدمت بالقدير راني قناتي توصلت المليون كان جيت نعرف اللي فيها فلوس، فهمت ما كنتش نعرف، وحتى تو ما نجمش نخدم عليها بالقدير، خليتها كيك خليتها للمعرفة وخليتها للأحباب وخليتها لأخواتي ولبناتي ومدام يتبعوا فيه وحبوني خليها ذي، وإن شاء الله نتقابل معهم يوم الدين إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى، وإن شاء الله نكون الجنة دارنا والرسول أو الرسول جارنا بإذن الله الواحد الأحد. فيديو ما لقيناش بعد 4 متاع العشية ولقد كان 7:30 يعني نروح العشاء تولي برشا والله وما يجينا النوم هذا، خلي مرة أخرى ما عملتش أوكي. Okay, don't call it. How long it's gonna be in? I think next weekend. Okay, we'll try. Yeah, خلي next weekend بالضبط. مشي الجمعة الجاية مع موني بعد كروحوا إن شاء الله نمشي إن شاء الله. يا الله يا ربي نخرج مش لقاهتي شوية البرد ذاك علاش لبست الكاب. شمس محليها ما بيرد شوية هكا تحسها. نستنى في مونجي ونور. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. نشرف القهوه البرا عاد شويه ده احنا عندنا صباح رد بالك نور يزلق برشا راه مال شنو احوالكم يا عزيز شنو احوالكم يا اعزائي على قلبي هاتي بوس الساعه هاي لاباس المونجي لاباس لاباس عليك لاباس اخويا لاباس وريني شو جيبوا مونجي ونور شو ناكل ولا ما ناكلش ناكل ولا ما ناكلش يا مونجي سكرو دايت
قالت لي سكرو الدايت، سمعت الدايت ما ضميش. جابوا لنا قهاوي. ماي كافي. This is your bagel. I'm a kitch jalapeno. It's okay, thank you. 12 grain. No, thank you, thank you. No, I am, but obviously large is never gonna fit me, so. First time, Nuto. First time, Nuto. يعني هاي نصور في الفيديو وسمي مش تقوم الطيب مش تقوم تقعد وحدين العشاء مش طيب مقرونة مش طيب مقرونة بيه غدوة نطيب ملوخية ترجعونا اوكي بيه مالا مرحبا بيكم خطر جسمها I'm gonna go home and relax and then when you go to hide the head who are relaxing day yeah I just need to relax and sleep ومسيح عندك الحق عندك الحق والله اي برشا حاجات تسويها في الجدول تحت اي الحمد لله الحمد لله كاو I got your double fudge donuts وجيبوا لي في التريدميل ها هم كالفوق في الجراج شوفوا ما بعده كمش منجي معاها ما نجموش اليوم ربي معاهم ان شاء الله هزت لي السيبور نتاع هو مش سيبور هو معلق نتاع حوايج نتاع كبابط انه انا ما عنديش سيبور نتاع فيديو كي نبدا نصور لازم نركحوا في حاجه وهو لقيته ساعدني كاين سيبور ينقل في كل بلاصه تو هزته باش تحطه في الكراج وقلت لك ما حاجتيش بيه رجعيه لي قلت له هذاك نصور بيه راني هذاك الوحيد اللي نحطه عليه الايباد ولا التليفون لما حاله طيح لي المره فاتت مره تليفون ومره ايباد الايباد تشق لي البلار نتاعو تو قبل ما نروح تونسي لازم نبدل له السكرين نتاعو هذيك ربي يسترهم ان شاء الله بسم الله هاي كي ركحت لي لهنا في بلاصتها يعطيهم الصحة هي منجي هذه تولي بحذايا تولي ديما عندي والباهي انها مقابل التلفزة هاي الوحدة نتاعها شفتوا جديده هي خطرة عندها سبورس وما يمتسحق ليش برشا في الجراج وانا بيرد عليا برشا باش نمشي للجراج توا باش نولى نشوفوكم مع بعضنا مش ديما طبعا اكيد مره نصور وانا نحكي معاكم في نفس الوقت ان شاء الله شنو الحمد لله والباهي انها مقابل التلفزة نبدا لهنا ونبدا نسمع ولا نتفرج من هنا انا ما عنديش مغرومه برشا لا مسلسلات ولا حتى شيء أو نحط قرآن وإلا اللي يعلموا كيفاش تحفظ القرآن ولا كيفاش تقراه كاو الحمد لله حاسيل حاسيلو قعدوا معانا مديدة باهية ولكن ما حبوش يقعدوا العشاء نور تعبة وقالوا وعدوني باش يقعدوا كيفاش نطيب الملوخية باش يرجعوا يفطروا معانا إن شاء الله حاسيلو منى وسمية عملوا برنامج يحبوا يهزوني لسويمينغ بول لكن أنا ما نحبش نعوم فوسط برشا نسي ما نحبش نحشم ولا جابوني معاهم باش ما نقعدش انا في الدار في الداون تاون هنا الضو نتاعها كيفاش ياس هذا هو ام ان بي كوميونيتي سبورت سنتر موني وين؟ لبس الأحمر. قاعدة. وني هيك. عيني ضببت. مسخنة عيني ضببت. مني وسمية مشيو مغادي همكا. وين باش نعمل دورة لهنا نشوف. مقبرها الوحدة كبيرة. وطبعا لهنا ممنوع التصوير منعا باتن. مكتوبة في كل بلاصة بطبيعة الحال. وشي طبيعي حتى لو كان هما ما يقولوش انا ما نجمش نصور نسي وحتى في مسلمين جايين يعملوا معناها واحد يصورها ويحطهم في اليوتيوب بطبيعة الحال حاجة شيم يعني حاجة تحشم ما تجيش بيا مش من اخلاقنا نعملوها انا ما في الشارع اوكي لكن هنا وهي تعوم ولا وعائلة وكل ما تجيش حسيلو نكمل نصوريكم باش نوريكم بنات يلعبوا في الكورة كرة الماء هذاك فريق نساء كرة الماء يلعبوا في الماء اما مش باش نصور طبعا ممنوع لكن هذه البلاصه هذيا الناس اللي تتفرج انا تو هاني حطيت الماء نتاعي غاديكا باش نقعد نتفرج في البنات وهما يعوموا وانا هاني نتفرج نتمنى نتفرج المنظر حلو والماء ازرق كيما شفتوا صافي والله ما فماش برشا برشا نساء معناها مش مكتظ برشا لكن الغالب ما نحملش
كيما البحر كيف كيف مراها. والريحة قتلتني خاطر هما ينظفوا الماء بالبرودوي بالجافيل والحاجات الأخرى أنواع أخرى متاع برودوي باش ما ينتشرش المرض بين الناس. حاجة باهية برشا معني. أما ما كانت تفرج حلوة نتفرج في الكرة الماء نساها وكي يلعبوا إيدك إيدك ونتفرج في اللي عوموا زيادة. حسيلو ما تنسوناش من لايكات كان عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشجعوا باتيسيري الفردوس وتشجعوا كل واحدة عاملة مشروع أي مشروع راهو مشروع مستقبل هذيك خاصة البنات الصغار اللي جبت معنا اللي نتكلم عليهم أنا والجماعة اليوتيوبر زادة شجعوهم ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم مش بتخسوا حتى شيء تلقوها حسنة يوم الدين إن شاء الله. نقول لكم نحبكم برشا إن شاء الله يعجبكم كما قلنا اليو فيديو اليوم أو مختلف شوية يعني شوية مش برشا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.